نقطة تواصل لما هو أبعد. محتاجين تفاصيل عن ما تم افتتاحه اليوم يا فندم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك الحمد لله يعني النهارده افتتحنا ما يقرب من 48,000 وحدة سكنية بمختلف المستويات في ثلاث مدن جديدة. مدينة من المدن اللي كانت قائمة هي مدينة أكتوبر، ومدينتين من المدن الجيل الرابع اللي احنا قاعدين بنتكلم على أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر. طبعا حضرتك احنا يعني احنا الحمد لله في الوزارة انتهتنا مع تولي سيادة الرئيس ان احنا بنشتغل على كل المستويات الإسكان وكل مستويات الدخول بحيث ان احنا نقدر نوفر وحدة في متناول كل مستوى من هذه المستويات. عشان كده حضرتك عندنا النهارده كان عندنا مشروع الاسكان الاجتماعي سكن كل المصريين اللي طبعا الناس يعني معروف للناس كثيره. كان عندنا النهارده افتتاح ما يقرب من 30,000 وحده، حوالي 19,000 وحده في مدينه حدائق اكتوبر وحوالي 10 في مدينه اكتوبر الجديده. طب هستاذن حضرتك خلينا نتكلم على مشروع الاسكان الاجتماعي. الاسكان الاجتماعي حضرتك دي الوحدات المدعومه من الدوله. نعم. 91 متر، ثلاث غرف، كاميرات التشطيب طبعا بالحاجات المكتوب اللاندسكيب اللي موجود بكل المناطق الخضراء بالاماكن اللي هي بتنزل جميع الخدمات. طبعا كل منطقه ليها مجمع خدمات ليها بالكامل. نعم. اللي هي زي المدرسه والحضانه والسوق التجاري، كل الخدمات اللي هي بتخدم على هذه المنطقه. دي واحدة دي حاجة، وطبعا دي الناس عارفة حضرتك احنا بنعمل اعلان كل فترة بتقدم لنا عدد، والحمد لله ان السيد الرئيس طبعا في توجيه سابق ان احنا كل من يتقدم هيبقى ليه وحدة. طيب معنى كده انه مشروع الاسكان الاجتماعي كام في المية منه تسلم؟ اقبال الناس عليه واصل لفين؟ هل في لسه وحدات؟ حضرتك المشروع ده حضرتك ده مشروع طموح جدا، وكنا احنا بادينه في سنه 2014 بنتكلم في حوالي 1,000,000 وحده سكنيه. الحمد لله النهارده على الارض ما يقرب من 750,000 وحده. سلمنا بالكامل او انتهينا من تنفيذ ما يقرب من 550,000 والباقي تحت التنفيذ، وجاي طرح باقي الوحدات او في مراحل مختلفه من الطرح. في نفس الاماكن ولا في اماكن اخرى يا باشمهندس خالد؟ في كل اماكن حضرتك، كل مدن جديده على مستوى مصر من اول. نعم. يعني من اول برج العرب لحد يعني مدينة العالمين الجديده لحد اسوان، عندنا وحدات في اسوان الجديده في كل. نعم. المحافظات حضرتك بناء على الطلب بنبني وحدات حضرتك سكنيه للناس عشان نوفر السكن في المناطق اللي الناس محتاجتها. ودي طبعا. نعم. زي ما بقول حضرتك احنا سلمنا بالفعل ما يقرب من 400,000 وحده، يعني النهارده في 400,000 مواطن استلموا وحداتهم وساكنين فيهم، والباقي جاري على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه اللي تم افتتاحه النهارده. الناس النهارده حضرتك تم الافتتاح النهارده حضرتك دوت، هيبتدي تسليم الناس. تم التخطيط اللي هو ليه طبعا اسلوب بعد ما يتعمل اعلان يتعمل كشف يعني على المصريين المتقدمين عشان يتاكد انهم مستحقين، يبتدوا يروحوا اللي هو في التمويل العقاري. يمكن طبعا سياده الرئيس اطلق المبادره الجديده في التمويل العقاري اللي هو خفض الفائده، كانت الفائده 7%، سياده الرئيس وجه انها تبقى 3%. 3%. نعم. عشان يساعد طبعا اصحاب الدخول المحدوده ان هم يبقى ليهم حق ان يقدروا يسكنوا. هل في اماكن ما زالت موجوده في فاضيه في اللي تم افتتاحه النهارده باشمهندس خالد؟ لا، اللي موجود حضرتك انا قلته النهارده كله ده هو تخصيص، لكن احنا كل فتره بنعمل اعلان حضرتك بنخفض عليها. تمام. احنا بنبني زي ما بقول حضرتك ده برنامج مستمر، يعني مش بنعمل وحدات، لا احنا زي ما قلت لحضرتك احنا لسه في النهارده حوالي 200,000 وحده النهارده تحت الطرح وتحت بدء التنفيذ، هيتم تسليمه خلال سنه او سنتين، سنه ونص من النهارده عشان نستكمل البرنامج. وفي مبادره جديده سياده الرئيس اطلقها اللي حضرتك سمعتوا عنها اللي هي الوحدات السكنيه داخل المحافظات، احنا هنبني في مراكز المحافظات المدن الكبيره في المحافظات هنبني وحدات اخرى. يعني وهو سياده الرئيس كان توجيه واضح لينا كوزاره ان اي مواطن هيتقدم للحصول على شقه ان شاء الله هنوفرها له، سواء جاهز للتسليم فورا او يبقى تحت الانشاء ويبقى عارف ان هو هيستغل مده زمنيه معينه. تمام. طيب ده فيما يتعلق بمشروع الاسكان الاجتماعي. وده مشروع طبعا حضرتك زي ما حضرتك عارفه زي ما انا قلت هو مدعوم من الدوله، يعني متحمله سعر الارض ومتحمله سعر المرافق، المواطن بس بيدفع تكلفه الوحده، غير ان هو بياخد دعم نقدي من صندوق التمويل الاجتماعي طبقا للدخل بتاعه بفضل بعض الاحيان ل 45,000 جنيه من ثمن الوحده. فعشان كده احنا لازم بنعمل زي استعلام عن المواطن، نتاكد ان هو مستحق للدخل بتاعه فعلا، كان ما يحصلش اي نوع من انواع سواء الحصول على وحدات دون واجب حق
او التصرف فيها، لان برضو اي حد هياخد هذه الوحده ويتم التصرف فيها احنا بنستردها فورا تبقى لطريق الاسكان الاجتماعي. نعم. طيب باقي المشروعات فندم غير المشروع الاسكان الاجتماعي؟ المشروع الثاني حاجه المستوى الاعلى شويه احنا بنسميه سكن مصر. سكن مصر دي وحدات بين 110 و115 متر برضو كمان التشطيب، دي برضو اللي متوسط الدخل، ودي حضرتك وحدات النهارده كنا احنا فتحنا ما يقرب من حوالي 16 17 الف وحده في مدينتين، في مدينه حدائق سوبر وفي سوبر الجديده. طبعا دول كمان التشطيب برضو ده برضو تكلفه الوحده اكثر وما بقاش فيها دعم نقدي، ولكنها سعر الوحده بيدخلها في المبادره اللي هي 3%، وبالتالي المواطن بيستفيد بفرق طبعا الفايده، بالفايده التمويل العقاري النهارده بتصل ل 13 14%، لكن المواطن المتاخر ياخدها ب 3%، ومده السداد بتصل يمكن 30 سنه عشان تشجيعا للشباب ان هم يقدروا يخشوا ويتملكوا وحده. نعم. الاعلى شويه حضرتك المستوى الاعلى او الاسكان اللي مستوى الاعلى حضرتك بتقول قبل قبل المستوى الاعلى بعد اذنك باشمهندس خالد. اتفضل. اسعار مشروع الاسكان الاجتماعي واسعار مشروع سكن مصر قياسا بالقطاع الخاص لا يعني صعب القياس للفرق، يعني لو بنتكلم على سعر الوحدات يعني زي ما بقول لحضرتك بالنسبه للاسكان الاجتماعي طبعا عشان في دعم من الدوله، ولكن بالنسبه للاسكان اللي هو سكن مصر او دار مصر طبعا هناك فرق يمكن يصل ل 30% ل 40% فرق في سعر الوحده، نفس أي. الوحده بنفس التشطيبات بنفس كل حاجه في نفس المكان في نفس كل حاجه بالظبط. نعم. ده هي الفكره حضرتك ان احنا النهارده كوزاره حضرتك احنا عندنا يعني زي ما بنسميه احنا حاطين برنامج نفسنا اسمه دعم مسدد اتاحه، دعم لمحدودي الدخل، المسدد بتبقى لمتوسط الدخل والاتاحه للمواطن القادر ان هو يقدر يدفع ثمن الوحده بسعرها الحقيقي مع بعض الربح للوزاره بحيث انها تقدر تستخدم هذا الربح وتدقه في الاسكان الاجتماعي وتدي دعم للمواطنين في محدودي الدخل. نعم. هي عمليه مستمره بين ثلاث مستويات الاسكان خالص. نعم. المشروع الاخر حضرتك اللي هو مشروع جده، وده كان في اكتوبر، كان احنا حوالي يمكن 4500 وحده النهارده تم اطلاقهم او تسليمهم، جاهزين للاستلام دلوقتي الكابتن الرئيس تفقده وتفقد بعض الوحدات. جاهزين للاستلام يعني الناس اللي حاجزه قريب هتستلم في خلال قد ايه تقريبا؟ لا على طول يا فندم في هذه الوحدات تم تخصيص يعني حتى احنا اعلنا دلوقتي عن اعلان جديد النهارده يعني معالي الوزير كان بيتكلم فيه ان احنا كنا اعلنا عن حوالي 7500 وحده من سكن مصر ودار مصر وحدات جاهزه في بعض المناطق، تقدم فعليا حوالي 20000، احنا متوقعين لسه التقديم شغال لحد نص الشهر، متوقعين نوصل ل 30000، فتحنا برضه وحدات اخرى هنزود 7500 كده قرب من 20000. نعم. ابو تسليم تسليم فورا وهنشوف لو في طلبات زياده حضرتك هنبتدي نبني فيهم فعليا ونحدد ميعاد من 12 شهر ل 15 شهر لاستلام هذه الوحدات للمتقدمين. يعني احنا كمان بنتكلم في استلام قريب. الوحدات اللي تم اعلانها حضرتك وحدات جاهزه للتسليم. يعني الوحدات اللي بيتم اعلانها دلوقتي حاليا اللي كان معالي الوزير كان فيها دي وحدات متشطبه جاهزه للتسليم، كانت في بعض المناطق ما كانتش فيها يعني ما خلصناش الوحدات كلها لما تم الاعلان عنها، فالنهارده بيتيحها للناس حاجه دي جاهزه، اول ما المواطن بيستكمل اراضيه ويدفع الدفعه المقدمه اوتوماتيك على طول بيستلم على طول ان شاء الله. الطرح اللي حضرتك قلته من شويه لوزير الاسكان طرحه ده يخليني هل هو ده الاجابه على سؤالي؟ النهارده سيادة الرئيس قال ان الدوله هتوفر وحدات سكنيه لكل اللي قدموا في جنه مصر ودار مصر وسكن مصر. ايه الخطه دي بدايه الخطه؟ لا يا فندم الخطه احنا شغالين فيها، يمكن ده كان جانا تكليف من سياده الرئيس من انتخابات الرئيس من حوالي سنه ونص ان هو قال اي مواطن هيتقدم يعني لازم يتوفر له مكان احنا هنوفر له حضرتك، وده اللي هو المبادره الجديده حضرتك اللي هو سكن كل المصريين. نعم. بقى اسمه سكن اجتماعي، بقى اسمه سكن كل المصريين، اللي هو بيشمل حضرتك كل المستويات حسب كل مواطن حسب الدخل بتاعه. ان شاء الله يعني هنقدر نوفر وحده تبقى لتوجيهات كابتن الرئيس. طيب قبل ما اسال حضرتك على الدوله اتكلفت كام في هذا هذه الافتتاحات النهارده، الاماكن دي كلها باشمهندس خالد كامله المرافق في مدارس في مستشفيات، يعني الناس احنا بنتكلم على مجتمع كامل متكامل بالظبط يا فندم، كحد شفت الصور كلها جاهزه يا فندم، كل المرافق موجوده حتى اللاند سكيب زي ما حضرتك شفت في الصور او في الفيلم لو كان فيه اتعرض عند حضرتك او الصور اللي كان يا ريت نشوف الصور يا شباب. نعم.
كله حضرتك كامل مدارس كامله يعني كل حاجه حضرتك النهارده المواطن يعني يا دوبك بيستلم ياخد المفتاح ويفرش ويسكن على صاحبك بكل بالغاز الطبيعي لو المنطقه فيها غاز طبيعي. أيوة. كل حاجه ده اللي عايز اسمعه من حضرتك، غاز طبيعي، كهرباء، كل حاجه صحي. فن المواطن بيتقدم اولا بيستلم الشقه قبل ما ياخد المفتاح بيروح يتعاقد على العدادات وعداد المياه وعداد الكهرباء. نعم. وعداد المياه وعداد الكهرباء اللي هي عدادات اللي هي اللي احنا بنسميها سمارت او عدادات اللي هي السبي جيز وعدادات اللي هي المدفوعه ويتعاقد عليه فورا بيركبه بحضرتك ويروح يستلم الشقه ويسكن حضرتك على طول. المدارس حضرتك جاهزه طبعا هتفتح المدارس طبعا في شهر مارس طبعا. ده فيما يتعلق بالمرافق هي كامله. انا بسال عن المجتمع المتكامل. بنتكلم خدمات موجوده. ايوه الحضاره موجوده. ايوه المسجد موجود، كل حاجه حضرتك المحلات التجاريه موجوده، المناطق التجاريه كلها موجوده، كلها كامله. ممكن في صور حضرتك معروضه في عرض النهارده. نعم. لو حضرتك مش اسف مش قدام الشاشه. لو حضرتك عرضتوها او حاجه هتلاقي حضرتك كل صور الخدمات مجمعات الخدمات اللي احنا عاملينها كلها. ما تجيبوا لنا صور المجمعات دي يا شباب. اتفضلي يا فندم. نعم. هتلاقي حضرتك كلها كامله في كل هذه المناطق. لان احنا سياده رئيس وجه احنا يعني الغرض الحياه المواطن، فاحنا نعم. بنبني بس رادي، احنا بنبني زي ما حضرتك قلتي مجتمع في كل الخدمات. ويبقى في نعم وحدات مرور، وحدات اقصد كل ما هو له علاقه بالامان كمان، كل ده متوفر. طبعا. انا عارفه انا عارفه بس احب اسمعه للمشاهد من حضرتك. لا كله فندم. لا طبعا يا فندم، والحمد لله حضرتك المصداقيه النهارده بقت عند الوزاره من ساعه الاطلاق. يعني في النفس الاول كانت لما احنا كنا بنتكلم من خمس ست سنين كانت الناس ما كانش عندها مصداقيه قوي، او يعني بيقولوا ان احنا يعني بنقول الكلام مش هيتحقق. لكن النهارده الحمد لله يعني الاقبال اللي بيحصل على الاعلانات اللي بتعلنها الوزاره يبين مدى المصداقيه ومدى يعني الحمد لله يعني راحت اتكافت وزاره الاماكن اتكلمت قبل كده. دوله كلفت كام؟ دوله كلفت كام في الموضوع ده يا باشمهندس خالد؟ لا كلفت كتير كتير يعني اقصد يعني انه في دعم كبير حصل من الدوله. طبعا طبعا يا فندم. يعني النهارده حضرتك اول حاجه بس مشروع الاسكان الاجتماعي احنا يعني تحت التنفيذ حوالي 700 يعني بندفذ 750,000 والباقي كله يعني طرح ومواعيد نزلوا عشان يستكمل مليون سلمنا حوالي 550,000 وحده. طبعا زي ما بقول لحضرتك الدوله متحمله فيهم بالكامل. سعر المرافق متحمله قيمه الارض اللي موجوده يعني دي ارقام كلها غير الدعم النقدي للدوله بتدفعه بيوصل 45,000 هيصير 45,000 في 500,000 وحده النهارده يطلعوا يطلع قيمه الدعم النقدي بس الدوله بتقدمه كام؟ زائد مش بس كده حضرتك كمان زائد التمويل العقاري النهارده الدعم اللي في التمويل العقاري زي ما بقول لحضرتك من 13 للنهارده بقت 3%. نعم. ده دعم ايضا بشكل اخر بتقدمه الدوله للمواطن. نعم. طيب خلينا نروح بقى من زايد واكتوبر، خلينا نروح ناحيه التجمع كده والعاصمه الاداريه الجديده. طيب وكلمني بقى حضرتك عن اخر تطورات الموقف في العاصمه الاداريه الجديده. طبعا العاصمه الاداريه الحمد لله حضرتك احنا طبعا يعني نبتدي بالحي الحكومي، الحي الحكومي انتهى بالكامل والحمد لله. يمكن برضه غدا في مجلس وزراء هيتعمل في العاصمه هناك. الاداريه. نعم. يعني دوله رئيس الوزراء كان وجه ان في كل اسبوعين اسبوع او اسبوع اجتماع بالمجلس الوزراء بالكامل بكل اجتماعات مجلس الوزراء هتبقى موجوده في العاصمه. نعم. يدل ان خلاص المباني بقت جاهزه بالكامل يعني عشان يحصل فيها هذا المستوى من الاجتماعات ان شاء الله. بكره في مجلس الوزراء موجود هناك وبعديه بعض الاجتماعات مع دوله الرئيس. بالنسبه لحضرتك الاحياء السكنيه الحمد لله الاحياء السكنيه في حوالي ثلاث اربع احياء انتهوا بالكامل. في بعض في احد الاحياء اللي هو الحي ما يخص هيئه المجتمعات ووزاره البستان في سكان النهارده بقوا موجودين متواجدين الحمد لله كل المرافق كامله. على بيت حضرتك طبعا حضرتك شفتوا مدينه السنون طبعا انتهت كلها بالكامل. عظمه. منطقه الابراج في مرحله اشتباط، منطقه البروك اعتقد بنهايه هذا الشهر هيبقى منطقه البروك واجهات انتهت بالكامل هي منطقه الابراج وهتبتدي البروك يمكن احد البروك من اسبوع 10 ايام. دوله الرئيس كان برضه في احد اجتماعات في المجلس في هناك في العاصمه وزار احد البنوك فتح اول فرع ليه في المنطقه بنك وطني. يعني كل حضرتك النهارده كل الخدمات الحمد لله اعتقد ان يعني خلاص والوزارات كلها استلمت المباني. في النهارده على اقل يومين لثلاث ايام الساده الوزراء بكل الصف كل الناس بيمارسوا عملهم من العاصمه الاداريه. وانت عارفه حضرتك يعني النقل لازم هيتم تدريج يعني مش هنقدر نعمل اكيد نقله واحده.
2 تدريج لحد ما الموظفين يعني يتقنوا بالمواصلات، واعتقد يعني من نهايه شهر 6 هتبقى العمل بالكامل يعني بادي في العاصمه الاداريه بالكامل يعني. بنسبه كام او هي دي هتبقى المرحله الاولى تقصد؟ لا يا فندم، هيبقى كل ان شاء الله هتبقى كل الوزارات تم استقالها بالكامل. الوزارات نعم لا يا فندم، فوق ال 30,000 موظف هيكونوا ان شاء الله هيكونوا بيعملوا بالعاصمه الاداريه، ويتبعها بقى حيث من كل الخدمات طبعا، مش عارف حضرتك طبعا بكل المحلات، بالحي السكني كله هيكون سكن، هيكون تسلمنا حضرتك الحي السكني الحي السكني هيكون سكن على 30/6؟ هو ساكن دلوقتي حضرتك فعلا. احنا حضرتك بنبني وحدات كنا اطلقنا برنامج لسكن للعاملين في الحكومه في مدينه بدر، وهي طبعا 5 كيلو بس عن العاصمه الاداريه. نعم. الحمد لله كان السيد الرئيس شرفنا من حوالي شهرين، افتتح المرحله الاولى حوالي 10,000 وحده سكنيه للساده العاملين في الحكومه، وبنبني حوالي 20,000 تنين او 25,000 تنين. المرحله في مرحله هتخلص 30/6 4,000، وهنبتدي نسلم حضرتك، هيتم الاعلان خلال اسبوع و10 ايام النهارده للساده العاملين اللي هم قدموا طلبات اللي هم عايزين يحصلوا على وحدات. هنبتدي يعني نسلم حضرتك، بحيث ان شاء الله اول لما يتم الانتقال الكامل للعاصمه هيكون الساده العاملين في الحكومه حصلوا على وحداتهم الجزء الاكبر كاولويه اولى 10,000 وحده، او يمكن وان شاء الله المرحله الثانيه هتبتدي تسلم بعديها، فيعني ان شاء الله هيبقى كله ماشي بالتوازي مع بعضه. هو انا ممكن اطلب من حضرتك طلب واحنا على الهوا كده يا باشمهندس خالد؟ طالبه من حضرتك طلبين، معلش انا يعني شبطه شويه في الحاجات دي. طالبه من نفسي اصور حلقه خارجي في الجديد اللي حصل في العاصمه الاداريه نوريه للناس. ايوه. الحاجه الثانيه كمان نفسي اصور في المكان اللي سياده الرئيس اتكلم عنه النهارده، اللي هو اعتقد ده عين السيره اللي هو السكر والليمون. منطقه المدابخ. نعم؟ منطقه المدابخ اللي كان منطقه المدابخ اللي قالها ودلوقتي اللي هي عند مجرى العيون حضرتك. طبعا يا فندم دكتور مجرى، ممكن اصور فيها قريب يا فندم؟ سياده الرئيس شوقنا النهارده وهو بيتكلم بيقولوا مش هتعرفوها، فعايزه كده يعني اصور اي حاجه فيها ممكن؟ طبعا يا فندم حضرتك حضرتك معاد سواء هنا او هنا، واحنا خلي يلا وانا تحت امرك في الميعاد اللي تحدده. بشكرك بشكرك كل المواعيد احنا جاهزين، احنا شغالين على بعض بتاع الميعاد حضرتكم. اتمنى لك التوفيق وتوفيق في المواقع وان شاء الله. اشكرك فندم، اشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد عباس.